دكتور مصطفى شاهين، استاذ الاقتصاد بكليه بروكلين. دكتور مصطفى، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين لحضرتك. احنا عارفين ما عندكش وقت كتير، لكن كان سؤالنا على ارتفاع الديون 88 مليار كانوا بيتكلموا عليها، وبيتكلموا على مارس، يعني على نهايه مارس، والنهارده في خبر بيتكلم على ان مصر تتراجع وتفقد 22 مليون دولار. يعني قول لنا توصيفك للحاله الاقتصاديه في مصر، الاستثمارات الاجنبيه او للديون بشكل عام يا دكتور مصطفى. لا، هو بص حضرتك يا استاذ محمد، احنا عرفنا ان احنا دخلنا في الحلقه المفرغه للديون الخارجيه عشان الحكومه عايزه توقف الجنيه قدام الدولار. ايوه، فالديونيه الخارجيه وصلت الاخر احصاء اللي حضراتكم تفضلتوا به 88 مليار دولار، ده في لحد نهايه مارس. احنا بعد نهايه مارس خدنا كمان قرضين، خدنا شريحه صندوق النقد الدولي ب 2 مليار دولار، وخدنا سندات بالدولار في الاسواق الدوليه ب 2.4 مليار يورو. يعني حضرتك الان الدين الخارجي تجاوز على الاقل 92 مليار دولار. ايوه، الاخطر ما في الدين ايه؟ انك انت وقت السداد احنا الحكومه بتدفع تقريبا كل سنه من 12 ل 14 مليار دولار كل سنه. هيجي ال 12 ل 14 مليار دولار دولت لا ممكن يبقى شيء ولا شيء خالص لو انت عندك صادرات قويه، عندك سياحه قويه، عندك عوائد جايه لك من قناه السويس كويسه، جاي لك تحويلات من المصريين بالخارج كويسه، فكان بسهوله جدا اقدر اسد ال 12 مليار دولار. لكن للاسف الشديد زي ما حضرتك شايف الان الحكومه كل شويه بتاخد قرض جديد، والصادرات المصريه لم تزد عن 25 مليار دولار، وده بيبين لك مدى كذب الادعاء ان احنا مثلا عملنا 11000 مشروع. ما هو ال 11000 مشروع لازم في الاخر اشوف اثرها، يا اما دخول المصريين زادت، يا اما صادراتنا زادت، يا اما استيرادنا قل. لا صادراتك زادت ولا وارداتك قلت، يبقى المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها ملهاش اي اثر فعليا على الواقع بالنسبه لنا احنا كمصريين، او المعنى اخر كلام تضليل للناس. فالمديونيه الخارجيه يا استاذ محمد مباشره بعد فتره هيبدا يحصل ان الحكومه هتعجز عن السداد، وده حصل مع الارجنتين سنه 2001. كان بالمناسبه وصل الدين الخارجي للارجنتين 100 مليار دولار، واحنا قربنا زي البرازيل زي الارجنتين، يعني هنبقى 100 مليار دولار قريبا، يعني يمكن على اخر السنه الجايه نوصل لل 100 مليار دولار. اذا انت وصلت لل 100 مليار دولار، ان العجز عندك زاد لل 100 مليار دولار الدين الخارجي، انت هيبقى وضعك صعب جدا للغايه، لانك انت للاسف مش هتقدر انك تدفع الاقساط. طيب ايه اللي يحصل كمان لما انا مش هقدر؟ بسهوله جدا الارجنتين فوقهم ان ال القرض اللي ما كانوش قادرين يدفعوه كان 850 مليون دولار، مبلغ اقل من مليار دولار، وما عرفوش يدفعوه للبنك الدولي. بدا العالم خد قرار بسحب الارجنتين من سوق الكريدت، يعني من سوق القروض. يعني الارجنتين لو عايزه تاخد اي قرض، تجيب دواء، تشتري مكن، تشتري اي شيء، للاسف الشديد العالم رفض يعطي الارجنتين. والسيناريو ده احنا مؤهلين له تماما الحقيقه للاسف الشديد، لان انت لما خدت القروض ديت انت حتى الان ما حصلش تحسن بالنسبه لي في الانتاج، ما حصلش تحسن في الصادرات، ما حصلش انخفاض في الواردات، لكن كل هذه المعشرات بتعكس ازمه في المديونيه بالنسبه لي. بيبدا يوصل الوضع الاصعب من كده، ان الحكومه او الشركه لو عايزه تروح تشتري مكان عشان قطع غيار، حتى لو شركه قطع خاص مثلا، ان شاء الله يا رب تكون شركه زي التليفونات عايز يجيب قطع غيار ومش لاقي قطع الغيار، مباشرة بيبدأ يحصل عندك أزمة أخرى أكبر، إن تبدأ مبيعاتك تقل، ويبدأ كمان صادراتك تقل، ويبدأ الناس اللي شغالة مش هتلاقي فرص عمل. ده مثل أنا ضربته لحضرتك على ما حصل في الأرجنتين. قريب جدا الأرجنتين يا أستاذ محمد رفعت سعر الفايدة يوم 17 مايو اللي فات إلى 40%. 40% ليه؟ علشان الناس تجيب فلوسها بالدولارات تدخلها جوه البلد في الأرجنتين. الأرجنتين كان دخلها اعلى من استراليا، وكان دخلها اعلى من كندا، وكانت بيونس ايرس العاصمه تنافس نيويورك. لما دخلت في حلبه المديونيه البلد بتبدا تنهار، لان وضعك بيتدهور. نفس الكلام الان في فنزويلا للسياسات الحكوميه الفاشله. الناس في نيويورك هنا في امريكا بيبعتوا لاهاليهم اكل وشرب
تخيل انت اكل وشرب بيتبعت من امريكا شحن للناس الفقراء اللي في فنزويلا الان، وفنزويلا اولادها كلهم الان بيهربوا من 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 الدوله بالكامل، يروح للدول الجاره في امريكا اللاتينيه. اللي انا عايز اقوله ان احنا حرام قوي احنا كمصريين، البلد اللي كانت بتنتج، اللي كانت سله غذاء للعالم العربي كله، انك انت الان يبقى وضعك الاقتصادي صعب وانك تزداد مديونيتك الخارجيه، وهيزداد عندك سعر الفايده، وهيزداد بعد فتره الطلب على الدولار، وتبدا المصريين نخش في دوامه ما حدث في الطلب على الدولار. طب انا ممكن اقول لك سيناريو يا دكتور مصطفى، ممكن بعض السيساويه او بعض المصريين المتفائلين يقولوه. كويس. يعني حضرتك لما بتتكلم كده بتسور الدنيا الحقيقه، يعني بتسور الدنيا في وشنا كلنا. وده واقع يعني. لكن بعض المصريين يقول لك ايه؟ ربنا مثلا يعني دي روايه يعني. ربنا ما يسيبش مصر تقع ابدا. ولا تبقى زي الارجنتين ولا زي فنزويلا. في ناس تانية تقول لك بشكل عملي لا احنا حوالينا السعوديه والامارات عمرهم ما هيسيبونا تقع، عمرهم، واذا وعمرنا ما هنوصل للمرحله اللي انت بتقول عليها دي. كويس. طيب ارد على حضرتك؟ اتفضل. طيب السيناريو الاولاني ان ربنا عمره ما هيسيب مصر تقع، كل شيء يا استاذ محمد ربنا خلقه بالاسباب، مظبوط؟ ايوه. والمقريزي ذكر في كتابه ان المصريين جات عليهم فتره كانوا بيدوروا على الـ 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 الاكل لما كان الناس تخبز العيش، بكلمك عن مصر في عهد المقريزي، كان بيبعت حرس خاص جنب العيش عشان يتخبز ويرجع البيوت مره ثانيه. انا بكلمك على حدث في مصر مجاعه في عهد المقريزي فوق ما يمكن انك انت تتخيله. أيوة. وحصل قبل كده كتير جدا. وانت تفتكر كويس جدا يا استاذ محمد لما احنا كنا في مصر في الريف المصري على سبيل المثال من 40 سنه، مش انا بديك التطور اللي حصل من 40 سنه في مصر، كان الريف عنده اكتفاء ذاتي تماما، كان استحاله على فلاح يشتري رغيف عيش من بره او يشتري خضار من بره او يشتري لحمه من بره، صح؟ كان ده حقيقي ولا حقيقي؟ الوضع ده الان ما بقاش موجود، لا الفلاح عايز يزرع الارض وحاسس زراعه الارض جايبه له الفقر، وعايز يبيع ارضه اللي بقت تخش في المباني بالاف الجنيهات، مظبوط؟ ايوه. فالسيناريو الاولاني ان ربنا واقف جنب مصر، ربنا مش واقف جنب واحد فاشل فاسد بيدمر بلده. ايوه. سنه لله في الارض هتحصل، اذا انت بقيت كويس ان شاء الله يا رب تكون انت بوذي، وقدامك اليابانيين ناس بوذيين لا يعرفون إلها ولكن خذوا بالأسباب فنصرهم الله، أعطهم أسباب النجاح والقوة. قدامك اليابان على سبيل المثال، قدامك الصين أيضا، الصين كدولة أيضا كانت دولة يعني المواطن الصيني كان يقتاد على بعض من الأرز فقط، ده كان كل أكله وشربه، والآن زاد أكلهم من اللحوم نتيجة التحسن الاقتصادي اللي عندهم. فقضية إن احنا نقول ان ربنا هيقف جنب مصر هينصرها عشان فيها اولياء الله الصالحين، لابد لهذه الناس او لهؤلاء الناس او لهؤلاء القوم ان هم ياخذوا بالاسباب. من الاسباب انك تشتغل وتنتج وتصدر وتعيش حياه كريمه، مش من الاسباب ان انا اعيش في حياه سيئه كما هو الوضع اللي احنا فيه الان. فدي اول نقطه بالنسبه لنا ان احنا لازم نحطها في الاعتبار. تمام. النقطه الثانيه بقى اللي حضرتك قلت السعوديه والامارات وامريكا مش هتسيبك تقع. ده إذا حصل إن هذه الدول بإيديها القرار. ممكن تيجي فترة تفاجأ إن الولايات المتحدة الأمريكية أو الدائنين الكبار ياخدوا قرار إن مصر ممنوع أي حد يديها قروض. وده حصل مع الرئيس مرسي. الرئيس مرسي وجه إن السعودية مثلا والكويت ودولة وقفوا ضد مصر ورفضوا إنهم يعطوا لمرسي دولار واحد. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. صحيح. طب السؤال دلوقتي اذا انت في ايدك انك تنتج في بلدك، ليه ان انا رايح اعتمد على السعوديه او الامارات او الكويت او ان انا اعتمد على القروض الخارجيه؟ طيب ما انت تخلي المصري ابنك ينتج، الفلاح ابنك ينتج، الصانع ابنك ينتج، صاحب الورشه ابنك ينتج، المهندس ابنك ينتج. اذا انت عملت كده هتوسع قوه الانتاج بتاعتك. تعرف سوريا في ايام حافظ الاسد كان من ضمن مزايا حافظ الاسد ان عامل اكتفاء ذاتي داخلي من كل السلع الغذائيه، ما كانش السوري او ما كانتش سوريا بتستورد بدولار واحد سلع غذائيه من الخارج. انت مع حافظ الاسد بقى. ايام حافظ الاسد. انت مع بشار بقى. لا
انا شوف انا بضرب برضك المثال بالقوه الانتاجيه. اللي بينتج وكان عليه رحمه الله الشيخ شعراوي له كلمه اقتصاديه جميله جدا بيقول لن تكون كلمتنا من راسنا الا حينما يكون قوتنا من فاسنا. كلمه روعه جدا بتلخص الاقتصاد كله. اذا انت عايز تملك السياسه لابد تملك الاقتصاد، وتملك الاقتصاد من قوتك من فاسك من الانتاج بتاعك. اذا عملت الانتاج دي حل المعضله بصفه عامه. غير كده دخلت في المديونيه يا استاذ محمد هتفاجئ ان الطلب على الدولار هيزيد، يقوم لما الطلب على الدولار هيزيد يقوم سعر الدولار يزيد، تقوم المصريين كلها تحول فلوسها تنتقل للدولار او يروح للعقار، خلاص تفاجئ البلد بقت في حاله جمود وحاله من حالات الكساد العظيم جدا في الاقتصاد، لان اللي عنده ارض عارف يبيعها، العقارات عماله تزيد ومحدش عارف يبيعها، والثروات مكدسه، وانا كمصري في الخارج خايف ان انا احط فلوسي في البلد بكره الدولار يرتفع مره اخرى يوم انا اخسر كل ثروتي في البلد. دي كلها توليفه من المشاكل اللي انت بتسببها لانك انت مش عايز تحرك الاقتصاد من جوه. لازم الاقتصاد، لازم المصريين اللي تحرك الاقتصاد يا استاذ محمد، لازم انت اللي تنتج. اذا انتجت انا اضمن لك انك انت اقتصادك يتحرك. السؤال دلوقتي بقى انت خدت يجي 50 مليار دولار الان سواء قروض او سواء ديون خارجيه، فين بقى المصانع اللي في البلد؟ فين الشركات اللي في البلد؟ فين ال 11,000 مشروع؟ عايز تقول ال 11,000 مشروع لازم اشوف ثمرتها قدامي ان صادراتك زادت وعملتك الجنيه المصري زاد قيمته وسعر الفايده انخفض والناس تلاقي شغل. انا بتكلم باسلوب بسيط جدا، ما بتكلمش من الناحيه الفنيه، بقول لك معدل النمو الاقتصادي وزياده معدل التشغيل وخفض مستوى الاسعار او خفض معدل التضخم، ده كله كلام انا بقول لك ببساطه جدا من غير التعقيدات الفنيه. دكتور مصطفى شاهين انا عارف ان حضرتك عندك محاضره دلوقتي، بشكر حضرتك جدا وسهرناك انت عندك بالنهار لكن شغلناك عن محاضراتك، بشكرك جدا يا فندم. تحت امر حضرتك يا استاذ.